السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأجر المترتب على فعل السنن الرواتب يكون بالمحافظة عليها دائما؟ فإذا تكاسل عنها الإنسان يوما أو يومين فهل يكون داخلا في الأجر؟ السنن والنوافل على قسمين: سنن مؤكدة يحافظ عليها مثل الرواتب التي مع الفرائض إلا في السفر، هل يحافظ عليها؟ إلا راتبة الفجر فلا تترك لا في حضر ولا في سفر، أما بقية الرواتب ففي السفر إذا قصر الصلاة لا يأتي بالراتبة، وأما ما عدا ذلك فيحافظ على الرواتب مع الفرائض. هذه سنة مؤكدة، على الوتر أيضا حافظ عليه وهو سنة مؤكدة، فأما غير المؤكدة فهذه يجوز لأنه يتركها إذا تركها مع الفجر، وإن فعلها يكون له أجر. فالمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم.